بعد زيارته الكونغرس الأمريكي، اتجه زيلينسكي إلى البرلمان البريطاني. ذهب مستعطفا ومستجديا بأوروبا لدعمه في الهجوم الروسي القادم. فهل سيستجيبون؟ نعم يا عزيزي، فقد أعلنت بريطانيا عن تزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات متطورة، ولكنها ما لبثت أن تراجعت فورا. فما السبب يا ترى؟ وفي الوقت نفسه تعود حادثة تفجير خطوط السيل الشمالية للواجهة مرة أخرى، فمن الفاعل يا ترى؟ والصين تثير الذعر لدى أمريكا بتصرفاتها الجديدة، فماذا يريد التنين الصيني؟ زيلينسكي في بريطانيا بينما سوناك يتراجع خوفا من الدب الروسي، والتنين الصيني يهدد أمريكا. بعد أن زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي قبل نحو أسابيع حتى أعلن عن زيارة جديدة إلى البرلمان البريطاني، فما الذي تريد إرساله للعالم يا زيلينسكي؟ من المؤكد أنه يخشى الهجوم الروسي المحتمل مع الذكرى الأولى للحرب على أوكرانيا، إلا أن أهداف زيلينسكي تكمن في استنجاده بالغرب والاستغاثة بهم من بطش الروس. بات يطلب الدعم العسكري كطلبه للماء والطعام، ومع كثرة الدعم الغربي لأوكرانيا باتت بعض الدول في وضعية لا ترغب في إرسال المزيد من الدعم مخافة بطش الروس بها. فهذه ألمانيا التي أعلنت عن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 المتطورة، اليوم تتراجع وتعلن عن إرسال دبابات ليوبارد 1 الأقدم، والسبب هو الخوف من الروس الذين هددوا باحتمالية نشوب حرب عالمية حامية الوطيس جراء استمرار دعمهم لأوكرانيا، وكانت بريطانيا ثاني تلك الدول. نعم يا عزيزي، فبعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى بهدف استهداف الخطوط الأولى وخطوط الدعم للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية، إلا أن هذا الدعم لم يستمر طويلا. نعم يا عزيزي، لم يستمر طويلا، بل لم يكد يمضي عليه سوى ساعات فقط حتى أعلنت بريطانيا عن تراجعها عن هذا الأمر خوفا على أمن ومصالح بريطانيا في المنطقة. وقد يثيرك تساؤل يا عزيزي، ما السبب وراء هذا التراجع يا ترى؟ السبب يكمن في التحذيرات الروسية، بل التهديدات الروسية التي قد تتحقق في أي وقت من الأوقات. فلم يكد يمضي ساعات على إعلان بريطانيا تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى، كما عبرت عن إمكانياتها تزويده بمقاتلات متطورة، إلا أن الكريملين جاء بالرد الشافي الكافي، حيث أعلنت موسكو أن أي دعم متطور بمعدات ثقيلة أو بعيدة المدى يصل أوكرانيا من قبل بريطانيا سيؤجج الصراع وقد يفتح النار على بريطانيا. نعم قد يفتح النار، حيث أعلمت موسكو تهديدها بريطانيا بهذا الأمر سيكون مدعاة لنشوب حرب عالمية ثالثة سيكون منشأها بريطانيا. تهديدات روسية حملت الكثير من الغضب الروسي تجاه المملكة المتحدة البريطانية التي تسعى دوما لأن تكون في الصفوف الأولى للدول التي تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وكيف استقبلت بريطانيا هذه التهديدات؟ استقبلتها يا عزيزي بتراجع للوراء عن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، حيث أعلنت لندن أنها لن تزود كييف بصواريخ متطورة خشية الإضرار بالأمن القومي البريطاني. يأتي ذلك في ظل تقدم القوات الروسية وقوات فاغنر في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت قوات فاغنر عن تطويق مدينة باخموت من ناحية الشمال والشرق والجنوب بهدف إسقاطها، في وقت تنسحب فيه القوات الأوكرانية من بعض المناطق أمام القوات الروسية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها باتت تلقي بأنظارها على مدينة فوليدار الاستراتيجية الهامة والتي تقع على الخط الواصل بين إقليم دونيتسك وشبه جزيرة القرم، كما أن بها مجمع قطارات كبير جدا به ينقل الجيش الأوكراني الإمدادات العسكرية إلى كافة المناطق ومختلف الجبهات. لذا باتت روسيا تحدد أهدافها في شرق أوكرانيا، حيث يؤكد خبراء أن سقوط فلويدار الاستراتيجية بمثابة سقوط تام لشرق أوكرانيا، وبمثابة أيضا قطع تام لكافة خطوط الإمداد للجيش الأوكراني في الشرق.
وهو ما سيمكن الروس من إحكام السيطرة على شرق أوكرانيا بسهولة. وفي لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في العاصمة واشنطن، أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أنه من الضروري تكثيف الدعم العسكري على الجيش الأوكراني، حيث أنها الطريقة الوحيدة وفقاً لرأيه لإحلال السلام في أوكرانيا، إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن هذه الطريقة لن تولد إلا مزيداً من الدمار والعنف، خاصة وأن روسيا لا تتوقف حال استمرار الدعم كما بدا ذلك على مدار العام المنصرم من بداية الحرب. كما استغل ستولتنبرغ الأوضاع وأكد أن الصين باتت تتفوق على أمريكا في تقوية دفاعاتها النووية وصواريخها البالستية العابرة للقارات، وأن التعاون الصيني الروسي يسير في اتجاه نحو تقويض دعائم سيطرة الولايات المتحدة على المنطقة، وأن أهداف الصين تتمحور حول السيطرة على بحر الصين الجنوبي بما في ذلك جزيرة تايوان محل النزاع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ أن أعلنت روسيا حربها على أوكرانيا وتهاطل الدعم العسكري على رؤوس الأوكرانيين كالمطر، إلا أن روسيا عمدت إلى ضرب اقتصادات أوروا والغرب بقطع الغاز عن تلك الدول بعدما سعوا لضرب اقتصادها بفرض العقوبات الطاحنة عليها، إلا أن روسيا قررت قطع الغاز عن خطوط السيل الشمالي الواصلة إلى ألمانيا ومن ثم إلى أوروبا بأكملها، إلا أنه قبل نحو عدة أشهر حدث انفجار ضخم في خطوط الغاز السيل الشمالي، إلا أن التحقيقات حول أسباب الانفجار ومنفذه باتت طي الكتمان حتى الآن، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز فجرت مفاجأة عن منفذ هذه العملية نقلا عن صحفي أمريكي معروف بتسريباته الهامة، حيث أكدت على أن الولايات المتحدة ناقشت مع أوروبا تنفيذ هذه العملية، وقام غواصون أمريكيون بزراعة متفجرات حول هذه الخطوط، وأن هذه العملية جرت في إطار تنفيذ مناورات بحرية للنيتو، إلا أن النرويج هي من فعل هذه المتفجرات، وبدأت ألمانيا والنرويج التحقيقات في هذا الانفجار، إلا أنهما لم يعلنا عن نتيجتهما حتى اللحظة. تصريحات الصحيفة لم تقابل برفض أو نفي أمريكي حتى الآن، ما يعكس الحقيقة أمام العالم بأسره.